بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا مشاهدي قناة القرآن الكريم، لما كنتم وحيثما وجدتم نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم في رحاب هذا العدد الجديد من برنامجكم الاجتماعي برنامج مفاتيح مباشر، وسيستمر معكم إلى غاية الخامسة والنصف بحول الله سبحانه وتعالى. حديثنا إليكم مشاهدين الأفاضل ونقاشنا في هذه الأمسية سيتمحور حول موضوع التجارة الإلكترونية. سنناقش الكثير من النقاط المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وسنقف بالتحديد على واقع هذا النشاط التجاري الحديث العصري في بلادنا. نتحدث عن واقعه، عن المعوقات، وعن آفاقه، وما يمكن أن يقدمه للتجارة عموما، وما يمكن أن يقدمه كذلك للاقتصاد. وفي إطار كل هذا سنتحدث عن الجانب الشرعي كذلك، الذي نؤطر به كل حركاتنا وكل سكناتنا في هذه الحياة. إذن مشاهدينا الأفاضل، نتشرف بأن تبقوا معنا، أن تتابعونا، أن تشاركونا كذلك النقاش من خلال الاتصالات عبر خطوط الهاتف التي ستظهر أرقامها من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. تشرف يا ما شرف أن نناقش موضوع اليوم مع أستاذنا أستاذ محمد بن عارية. مرحبا أستاذ. تحية لك أستاذ لمين، تحية الأستاذ الفاضل، وتحية لكل مشاهدين ومشاهدات قناة القرآن في هذه الأمسية المباركة. أحيي الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تجارة رابحة للجميع فيما يرضي الله ومع الله سبحانه عز وجل. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك أستاذنا دكتور حكيم بحر، مختص في الاقتصاد. مرحبا أستاذنا. شكرا لكم على الاستضافة، وأزف تحية طيبة عطرة من خلال قناتكم المباركة إلى كافة المشاهدين والمشاهدات، ورحبوا أيضا بالضيف الكريم. الله يبارك فيك، شكرا على تلبية الدعوة، أكيد سنستفيد ويستفيد المشاهد في موضوع اليوم التجارة الإلكترونية. أستاذنا، شريعتنا الغراء أكيد أنها مصلحة لكل زمان ومكان، التطور البشري لا يتوقف، إنجازات الإنسان في حياته كذلك لا تتوقف، ما فتئ يبدع طرقا جديدة. كنا نتحدث فيما سبق عن تجارة عادية فيها البيع وفيها الشراء وفيها سلعة كذلك تتبادل بين هذين الطرفين. الآن صار لنا وسيط جديد، وصار لنا مصطلح جديد، ألا وهو التجارة الإلكترونية. والأكيد كذلك أن الشريعة الإسلامية تحتوي هذا النشاط الجديد كغيره من النشاطات التي تستجد في حياة الناس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وتتكلم عن الجديد في التجارة، تذكرت أن بعض الأشياء أصبحنا نحن فيها السلعة، يعني اليوم في هذه التطورات. كثير ما نقدم على بعض الأشياء نصبح نحن هم تلك التجارة التي تروج. الإسلام في الحقيقة شريعة خالدة، شريعة ارتضاها الله عز وجل أن تكون هي الخاتمة لكل الشرائع. بعث الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليكون نبي الختم ونبي العالمية. نبي الختم بمعنى لا نبي بعده، وما دام لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالشريعة التي جاء بها لابد أن تكون شريعة خاتمة وكاملة. خاتمة، لماذا يبعث الله عز وجل شرائع أخرى وقد حوت هذه الشريعة ما يصلح للبشرية في كل زمان وفي كل مكان؟ صحيح. وكاملة، لم تترك جانبا من الجوانب التي يحتاجها الإنسان، سواء في علاقته بربه عز وجل أو في علاقته بالمحيط الذي يعيش فيه، سواء بالبشر أو بالبيئة أو بالوقت أو بالمكان. كل ذلك نظمته شريعة الإسلام، بما جعلت من قواعد في هذه الشريعة من الشمول والمرونة، شاملة ومرنة. مرنة بمعنى تستطيع أن تتعامل مع كل مستجد ومع كل نازلة، لأن في شريعتنا هناك قواعد، تلك القواعد يمكن لأي نازلة من النوازل أن يرجع الفقيه أو العالم إلى تلك القاعدة ويحكم من خلالها على هذه النازلة. هناك
قواعد للحل وللحرمة، قواعد أرستها الشريعة أن الإنسان إذا تعامل وفق هذه القواعد معاملاته جائزة. وهناك أشياء جعلتها الشريعة هي الفيصل في الحكم على هذا الشيء بأنه حرام، كالغبن مثلا، وكالجهالة، وكالغرار، وكالبيع في بيعتين، وبيع الجزاف، وبيع الإنسان ما لا يملك، وبيع ما لا يقبض، ويدا بيد، ومثلا بمثل. هذه القواعد كلها أرستها الشريعة. فحينما تطرأ نازلة من النوازل وتكون نازلة حقيقية بمعنى واقعية موجودة، ثم هي أيضا ربما تكون هذه النازلة أيضا شديدة، بمعنى لا بد لحكم الشرع أن يتنبه إليها، لا بد للعلماء أن يضعوا قواعد للتعامل مع مثل هذه النوازل. لذلك نجد مثلا في حياتنا اليومية كثير من النوازل مع هذه المبتكرات العلمية اليوم في التعامل مع ربما في التجارة مثلا، وكلامنا عن التجارة في يد في يدا بيد، هل يمكن لبطاقات الائتمان مثلا أن تنوب عن هذا اليد باليد، اليد كما نقولوا تصبح يدا بيد حكميا مثلا، تصبح يد إلكترونية في بطاقات الائتمان مثلا، وقضية إخراج الزكاة عليها وما يملكه الإنسان من رصيد فيها، في قضية مثلا التسويق عن طريق الشبكة العنكبوتية مثلا بشتى الوسائط، سواء عن طريق الواتساب أو الوسائط كلها، الفيسبوك، تويتر، غيرها من هذه الوسائط. ثم أيضا هل يمكن لهذا الإنسان الذي يروج لسلعة مثلا على موقعه لسلعة لا يملكها مثلا، ويدفع الناس إلى اختيار هذه السلعة، هل هذا من بيع ما لا يملك أم لا؟ كثير من النوازل التي نراها اليوم في واقعنا، المسلم دائما يرجع إلى هذه الشريعة لمعرفة الحكم الشرعي. ولذلك نرى اليوم في العالم الإسلامي كثير من المجامع الفقهية، هذه المجامع الفقهية كلها تنصب عن بحث هذه النوازل. هذه المجامع فيها فقهاء، وهذه اليوم يعني الفتوى في هذا العصر الحديث ربما أصبحت أكثر منها يتصدرها مجمع فقهي أفضل من أن يتصدى لها شخص. لماذا؟ هذا المجمع الفقهي يضم كثير من التخصصات، هناك نازلة نحتاج فيها إلى اقتصادي يبين لنا شكلها وطرق التعامل معها وإجراءاتها الشكلية، نحتاج فيها إلى فقيه بشريعة الله عز وجل، نحتاج في نوازل مثلا طبية إلى طبيب، نحتاج في نازلة مثلا في اكتشاف كوني مثلا إلى واحد في علم الفلك في التخصص مثلا في هذا، وقبل ذلك وبعد ذلك إلى فقيه بالشريعة. كل هذه النوازل إذا تعاملنا معها بهذه بإذن الله عز وجل بهذه الطريقة نستطيع أن نجد حكما شرعيا لهذه النوازل يقدم عليها المتعامل وهو مطمئن بأنه يتعامل مع شيء حلال يرضي المولى عز وجل ويرضاه المولى تبارك وتعالى، أو لا بد أن يحجم لأنه يعلم بأن هذه الشريعة شريعة خالدة وبالتالي تنظم له أيضا هذه النوازل، فيقف عند حدود الله عز وجل وعند شرع الله تبارك وتعالى فيها. بارك الله فيك. هذا هو الأساس في كل ما يقوم به المسلم، أن يتحرى الحلال والحرام في كل شيء. بارك الله فيك أستاذنا على هذه المقدمة. زميلة ابتسام مساهل ستضعنا في الصورة أقرب وأكثر من خلال هذا الموضوع حول التجارة الإلكترونية، خصوصا عن واقعها في الجزائر. نتابع. منصات رقمية ومواقع تقترح خدماتها من خلال بيع مختلف المنتجات.
أجهزة إلكترونية، أواني، أجهزة كهرومنزلية وغيرها. نسمي هذه المعاملات بين الزبون والتاجر بالتجارة الإلكترونية. من وراء هذه الصفحات التسويقية؟ فكرة المشروع تاعنا بدأت صدفة، بديناها إن شاء الله بديناها في 2016 قبل 4 سنين. بحكم أنا العمل السابق كنت مصمم مواقع، فصممتها كموقع كمثال وحطيت منتجات كمثال فقط، نشرته عبر الانترنت. تلقيت بزاف اتصالات، ان الهدف انه كان نبيع الخدمه تاعي الموقع للناس للشركات وكامل، لكن وصلني بزاف اتصالات ناس تحاول تشري المنتجات اللي كانوا محطوطين كاكزامبل فقط في الموقع. بهذا اكتشفت باللي كاين اقبال بزاف عند الناس، خدمه يطلبوها الناس. خدش من مزايا التجارة الإلكترونية أنك عن طريق الهاتف تاعك فقط تقدر بكبسة زر تطلب بزاف منتجات، كما احنا نوفر أكثر من 10,000 منتج، تنوع كبير في المنتجات، دائما عندنا منتجات جديدة نوفروها. هذا الأمر يخلي الناس يقبلوا بزاف على التجارة الإلكترونية. كان إقبال كبير على الطلبيات في الإيكوميرس، سورتو مع جائحه الفيروس كورونا، دونك خلات الناس تزيد دير بليزيور كوموند. دونك الانسان وقعد في دارو كونفينمون ما يقدرش يخرج اكسيتيرا، دونك خلات الاقبال يزيد على الطلبيات في الاي كوميرس في الانترنت. ما هي كواليس العمل في التجاره الالكترونيه؟ الو وي، السلام عليكم سي بلغيت. صباح الخير خويا، معك سيت فورشوب. صافا خويا مليح لاباس؟ الحمد لله. اخي هكدا عندنا كوموند تاع شوسور دو سيكوريتي، اي فوالا لا بونتو 41 بيان سور. اه ها هي ديال 370، وعندك سعر التوصيل لتيميمون عندك 80,000. اه لا كولور باج. كيف يتم توصيل المنتجات إلى المنازل؟ بالأخص مع أنه نقدموا ضمانات للزبائن تاعنا، إذا لحقوا البرودوي وما عجبوش ولا فيه بروبلم يقدر يبدلو عادي، عنده مدة تاع 10 أيام. الحمد لله، احنا عن طريق استغلال التجارة الإلكترونية والاستفادة من هذه المزايا وهذا كما نقولوا البوتنسيال اللي كاين، الحمد لله قدرنا. ما انتظرناش الدعم انه يجي واحد يدعمنا، بدينا بامكانيات بسيطه، بدينا بحاجه بسيطه الحمد لله بالمجهود استغلينا هذا الامر. الحمد لله انه وفرنا اكثر من 50 منصب شغل وظيفه، وكاع شباب كاع خريجي جامعات بطريقه مباشره، وزدنا وفرنا بالك اكثر في مناصب شغل بطريقه غير مباشره، الموزعين، الناس اللي كاين الناس يخدموا في دارهم سلعه يخدموها يجيبوها نحن نبيعوها لهم. شكرا زميلة ابتسام على هذا تقريبا بورتري لهذه الشركة ومجموعة من الشباب تفطنوا لحاجة المجتمع إلى مثل هذه النشاطات التجارة الإلكترونية التي حسب من تحدث إليها قال لك بدأتها صدفة، ولعل بعض الحيثيات كذلك في التجارة الإلكترونية هنا في الجزائر، أنه وباء كورونا كان أحد الدوافع وأحد المحركات إن صح التعبير لهذا النشاط الجديد، وربما الإحصائيات والأرقام تدل على ذلك. الكثير من الناس توجه إلى هذه التجارة الإلكترونية. قبل كل هذا وقبل هذا التفاصيل الخاصة بهذا النشاط في الجزائر، لنا نحيط المشاهد ويحيطنا الأستاذ دكتور حكيم محارب عن ماهية التجارة الإلكترونية، ماذا نقصد بالتجارة الإلكترونية؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم،
كغيرها من المتغيرات الاقتصادية والممارسات الاقتصادية، هناك جدلية في تحديد المفاهيم الخاصة بالتجارة الإلكترونية. وتفاديا لهذا الطرح الجدلي، يمكننا أن نصيغ مفهوما سهلا بسيطا يتمثل في إدخال الأجهزة الإلكترونية وأجهزة المعلوماتية في الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها ومراحلها، بدءا بعرض المنتوج من خلال متاجر إلكترونية، وصولا إلى التفاوض الذي يتم عن طريق وسائط إلكترونية، وأيضا حتى الآن أصبح هناك تسوية أو تسوية المعاملات المالية الخاصة بهذه التجارة عن طريق آليات إلكترونية أو الدفع الإلكتروني. وبالتالي فالتجارة الإلكترونية تعتبر من الحقول البحثية دائمة التغيير من حيث المعالم ومن حيث الهيكلة. هذا ما أدى إلى وجود العديد من ممكن نصفها بالاجتهادات الفقهية في مجال القانون وفي مجال تقصد الفقهاء القانون. نعم فقهاء القانون. نعم هناك العديد من الثغرات التي تنجم عن تطور النشاط التجاري الإلكتروني، وأيضا هذه الثغرات المتتالية أضعفت في فترات ما من حجية المعاملات التجارية الإلكترونية. وأيضا هناك نواحي عديدة تتعلق بأثر التجارة الإلكترونية على مختلف مكونات الاقتصاد، على المجتمع، على الأنظمة المالية، على وبالتالي فالتجارة الإلكترونية أصبحت اليوم تعتبر ليست من الكماليات وإنما من الضروريات. بعد جائحة كورونا ارتفعت التجارة الإلكترونية إلى ما يعادل 26.7 تريليون دولار يعني في العالم. نعم على مستوى التجارة الإلكترونية. نعم تجارة التجزئة الإلكترونية ارتفعت بعد الجائحة ب 19%، وهو رقم ضخم يعني. بمعنى أنه جائحة كورونا كان لها جانب إيجابي في تحفيز مثل هذه النشاطات ونقل التجارة من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الجديدة التي هي إلكترونية. يعني بالمختصر أن التجارة الإلكترونية هي التي تستخدم الإنترنت في كل مراحلها يعني حتى تنتقل السلعة من البائع إلى المستهلك. نعم الله يبارك فيك. نعم طبعا هنا في الجزائر، والمثال والنموذج الذي عرض علينا من طرف زميلة ابتسام، الشخص قال لك كنت مطور، كنت مصمم مواقع. نعم فعنده تمكن إن صح التعبير في جانب الانترنت وتصميم المواقع إلى غير ذلك، فتحول إلى التجارة الإلكترونية، وجد نفسه في واقع آخر، وجد نفسه في نشاط آخر. بمعنى أنه هل التجارة الإلكترونية تشترط أنه إنسان يكون متمكن في كل ما هو إلكتروني في المواقع إلى غير ذلك، أم أنه أي إنسان يمكن أن يلج هذا المجال؟ نعم أعتقد أنه الأمر يتطلب التمكن في عالم الأعمال أكثر من عالم الرقمنة وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنها عبارة عن فرص استثمارية تجارية يجب استغلالها، وكل ما يتطلبه الأمر أن يكون الشاب أو صاحب المشروع ملما بالسلعة أو الخدمة، لأن الأمر لا يتعلق بسلعة فقط وإنما ينصرف أيضا إلى الخدمات. إذن كل ما يعني يتطلبه الأمر أن يكون الشاب ملما بالسلعة وبسوقها وبحيثيات هذه السوق، ثم يمكن الاستعانة بالعديد من الشركات التي تختص في مجال البرمجيات وحتى تصميم المواقع وما إلى ذلك. ولكن الأمر يرتبط أساسا بوجود فكر مقاولاتي ريادي مرتبط ببعد تجاري على كل حال. فهناك العديد من التجارب والشواهد التي تثبت هذه الفكرة. هناك مؤسسات أنشئت في الجزائر بعد الجائحة، وكان منطلق نشأتها هو هذه البذرة التي نشأت من فكرة تعكس تمكن بعض الشباب من بعض الأسواق السلعية، أدت إلى إنشاء شركات. مؤخرا كان فيه 80 شركة تم تصنيفها ضمن شركات الناشئة.
هذا التصنيف تعنى به مجموعة من المؤسسات الدولية المتخصصة في المؤسسات الناشئة. الشركات العشرين الأولى من هذه الشركات تشتغل في عالم الويب، في عالم التجارة الإلكترونية والويب. ولا بأس أن نطيل أو أن يعني أن نتكلم عن التجارة الإلكترونية في الجزائر من خلال إطار تشريعي وتنظيمي. المشرع الجزائري اجتهد في هذا المجال من خلال سن ما يسمى ب قانون خاص بالمصادقة الإلكترونية في 2015، فيفري 2015 تم حل مشكلة الإمضاء الإلكتروني عن طريق إنشاء 3 مراكز تعنى بالمصادقة الإلكترونية: مركز وطني، ومركز يعنى بالمصادقة الإدارية على مستوى مختلف الدوائر الإدارية، ومركز اقتصادي. ثم تلا ذلك ظهور قانون خاص بالتجارة الإلكترونية في الجزائر في 2020، يمثل قفزة نوعية من حيث الإطار القانوني لممارسة هذه الأنشطة التجارية. هذا الإطار القانوني أعطى حجية قانونية لممارسة أنشطة تجارية تحت سقف رسمي، لأنه قبل الجائحة كانت فيه شركات عديدة تنشط بصورة غير رسمية، وبالتالي ما زالت لحد الآن. نعم، لكن القانون هذا أتاح المجال لاستقطاب ولقولبة العمل التجاري ضمن إطار قانوني. وأيضا وزارة التجارة أتاحت الفرصة للعديد من الأنشطة التجارية الإلكترونية من خلال إنشاء السجل التجاري الإلكتروني برموز عديدة، ومع الشاب إلا أن يتقدم للجهات الوصية ويطرح الفكرة، لأنه الأنشطة الإلكترونية متعددة ولا تنزوي ولا تنطوي ضمن إطار واحد أو ضمن مسمى واحد. كل نشاط عند له سجل تجاري وله رمز، كما هو في الواقع، كما هو في التجارة الكلاسيكية التقليدية، لكل نشاط سجله التجاري الذي ينظم ذلك النشاط. بارك الله فيك دكتور. سنعود لبعض التفاصيل كذلك في مسألة التجارة الإلكترونية في الجزائر. أنت تركز بزاف على الشباب، يقول لك الشاب الشاب يكفي أنه يكون متمكن في كذا فيقدر ينتبه إلى مثل هذه النشاطات. طبعا الحديث كذلك، وأنت أشرت أستاذنا في البداية عن المؤطر الفعلي، تحدث عن الجانب القانوني الذي هو لازم في مثل هذه النشاطات، وهي نازلة كذلك بالنسبة لفقهاء القانون، يجتهدون حتى يساير هذا التطور وهذه العصرنا. نفس الشيء بالنسبة للشاب الذي تحدث عنه أستاذنا الدكتور حكيم. طبعا المؤطر الفعلي في مثل هذه النشاطات هو مخافة الله سبحانه وتعالى. تقريبا الإنسان له من التداول في المجال الإلكتروني ما لا لأمثاله وأقرانه في التجارة العادية. أكيد. ولما نتكلم على التجارة نتكلم في الحقيقة على شيء جعل الله عز وجل فيه 9 أحشار الرزق. لذلك ولما نتكلم على الشباب والتوجه هذا، لأنه حتى بعض المعاملات التجارية اليوم يستقطب إليها الناس من هذا الباب. مثلا شاب يجي يقول له ماذا تحتاج؟ نحتاج سكن، ماذا تحتاج؟ نحتاج سيارة، ماذا تحتاج؟ نحتاج زواج. يبدأ ويفكر يقول لك أنا الآن مثل هذه الأشياء، وأنا عندي راتب مثلا، حتى يكون موظف عندي راتب قليل، يعني متى أنا أحصل على مثل هذه الأشياء؟ فتأتي مثلا الجهات التي تشرف على مثل هذه المؤسسات التي تتعامل مع التجارة بالطريقة الحديثة تسمى التجارة الإلكترونية، وربما بلك حتى الشاب هذا يذهب إلى بعض التعاملات التي يغريه مثلا ظاهر الربح فيها وسهولة الربح فيها كذلك. نعم، كاين بعض النشاطات فيها ربح سريع وسهل كذلك، ما فيش مجهود كبير، وهذا غالبا ما تمشي إليه التجارة الإلكترونية اليوم. يعني نعطي مثال مثلا على ما يسمى بتسويق التسويق الشبكي، وقبلها الهرمي وغير ذلك. كان قريب، يعني الشباب لما يستقطبون إلى مثل هذه الأشياء بمثل هذه الحالات. فالشاب هذا يريد، طبعا أي إنسان يريد أن يكسب، يريد أن يعيش معيشة هنية وسعيدة ويملك فيها.
ربما يذهب إلى مثل هذه التعاملات. قبل ما يذهب إلى مثل هذه التعاملات عليه أن يعرف شيئا، يعني كما راه الآن لما يروح مثلا باش ينشئ شركة يسأل عن الإطار القانوني باش يعمل في إطار القانون، نفس الشيء عليه أن يبحث عن الحكم الشرعي إلى مثل هذه التعاملات، وهذه سواء في التجارة التقليدية أو التجارة الحديثة عن طريق الشبكة. سيدنا عمر كان يدخل للسوق رضي الله عنه وأرضاه ويسأل الناس بعض الأسئلة الفقهية، التجار الذي لا يجيب يقول له من لا يعني يعرف ديننا لا يدخل سوقنا. لماذا أستاذ لامين؟ لأنه راح يأثم وراح يزيد أيضا يضر بالمجتمع ويضر بالناس. فأي إنسان يريد الدخول إلى مثل هذا العالم، عالم التجارة الإلكترونية، عليه أولا أيضا أن يعرف حكم هذه التعاملات حتى ينجو مع ربه سبحانه عز وجل. علماءنا والمربون قديما كانوا يقولوا الخير والشر في لقمة وخلطة، كانوا يقولوا الخير والشر النتايا اللي تعيشوا في لقمة وخلطة، اللقمة التي تأكلها تفعل مثلها. يعني إذا ولا الإنسان لا يبحث عن الحلال وعن الحرام راح يولي مشكل بعد ذلك لا يبالي. يعني حتى أن ابن الجوزي قال رحمة الله عليه، قال إبليس يقول الجنود نتاعو إذا رأى شابا التزم يقول لهم انظروا إلى لقمته، شوفوا اللقمة نتاعو، فإن كانت من حرام قل لهم دعوه فإنه لا يذهب بعيدا. ما دام لا يتحرى الحلال فيما يأكل قال ماذا مش راح يكون بعيد. والخلطة المرء على دين خليله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الشاب ولا أي إنسان، مشيت على لشكلة الدكتور في الكلام عن الشباب، فما دام أنه يريد الدخول إلى هذا العالم عليه أن ينظر إلى هذه التجارة. بالمناسبة التاجر والتجار وذلك هي تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان قال الصحابي قال كنا نسمى السماصرة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن هذا البيع يشوبه شيء من الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. قال فكان أول من سمانا بالتجار، فهي تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التاجر عليه أن يعتز بهذا الاسم، ثم أيضا عليه أن يلتزم بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، التاجر الصدوق الأمين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا نرى أيضا، ويتكلم على قضية سن القوانين، رأينا أيضا كثير من المجامع الفقهية في دوراتها كانت تبحث عن حكم هذه المعاملات، بداية كما رأينا من أول ظهور في قضية التسويق الهرمي وصولا إلى التسويق الشبكي إلى قضية العملات، سواء في بيع العملات بعضها البعض أو بعد ذلك في قضية العملة الإلكترونية والعملة الافتراضية الآن وغيرها. كل هذه درستها المجامع الفقهية ليكون الإنسان المسلم على بينة في مثل هذه التعاملات. ثم التجارة الإلكترونية في الحقيقة تنطبق عليها أحكام التجارة العادية في كل المجالات. بمعنى إذا كان هناك موجود مثلا مشتري وبائع، لا بد أن يكون أيضا في التجارة الإلكترونية مشتري وبائع. إذا كانت هناك سلعة يعني التي يبيعها هذا البائع ويشتريها ذلك المشتري، في التجارة الإلكترونية لا بد أن تكون هناك سلعة. وهنا معناها تصبح قاعدة في أي تجارة إلكترونية البيع فيها ليس بيع سلعة إنما هو بيع عملة، تصبح هنا يا لازم الشاب هذا يتوقف. إذا كانت هذه السلعة لا تشترى لنفسها بل للدخول في شراكة أو شيء من هذا، بمعنى في بعض التعاملات مثلا في بعض أنواع التسويق الشبكي تصيب هذا الإنسان يحط مثلا مال، هو يحط سلعة. في الأول كانت في التسويق الهرمي وبعدها في بداية التسويق الشبكي كان يحط مال، بعد باش يدخل على أساس باش يولي ويتعامل يمينا وشمالا، وبعد معروف التنقيط هذا، وبعد واش باش يعاودوا يشوفوا نوع من ربما، لأنه هو بالمناسبة قانونيا هذا جرم ماشي في الإسلام، جرم حتى عند الدول الغربية لما ظهر.
بعدها بدأت هذه الشركات تحاول تجد تغير حلا لهذه الجريمة كما سميت. بعدها ولات مثلا عنده سلعة، السلعة هذه الهاتف هذا مثلا لو يخرج للسوق يصيبه مثلا بزوج ملايين مثلا، هو يصيب روحه راح يشتريه مثلا بأربعة من عند هذه. لكن لماذا يقولوا له على أساس أنت الآن صح يشتري سلعة؟ هو لما يشتري يشتري سلعة، السلعة هذه يشتريها لذاتها ولا مش ذاتها هذا شيء آخر. ونزيدوا له حاجة أخرى أنه يقولوا له مثلا هذا بربعة. بعد هذا الاثنين لماذا يقولوا أنت مش مجرد مشتري فقط، أنت الآن راح تصبح كأنك منتمي مستثمر، بل مستثمر، وراح تروح ولك الحق ثاني باش تجيب مثلا زبائن والغير ذلك. يعني إذا كانت التجارة الإلكترونية الأصل فيها على أساس يعني بداية الأصل فيها باش تنحي هذيك الوسائط كلها. يعني هناك عند صاحب السلعة، وبعدها تمشي المشتري الأول الثاني الثالث، هناك سوق جملة، وهناك سوق بالتقسيط باش توصل مثلا للزبون أو المستهلك. هم قالوا باللي معناها هذه العملية كلها تستغرق وقت، وتستغرق أيضا أثمن، يعني ربما راح توصل إلى أضعاف 100%. قالوا على أساس نقلصوا في هذه، تولي مثلا من عند المالك مباشرة إلى عند الزبون، ويصبح الزبون هذا في حدته، هذا الأصل في التجارة الإلكترونية في كثير منها، في كثير من أنواعها، يصبح هذا الزبون ليس مجرد زبون فقط، بل هو أيضا كأنه بائع ومروج لهذه السلعة. وهنا تقع أشياء على المقبل عليها أن يسأل وأن يبحث عن الحكم الشرعي في هذه التفاصيل. لماذا؟ لأنه في بعض الحالات يجد نفسه يبيع مثلا سلعة لا يملكها. وهنا كاين بعض أنواع التجارة الإلكترونية، أنا نبه لخاوتنا باللي معناها ميشي قال التجارة الإلكترونية يقبل عليها وخلاص، لا نفس الأحكام في التجارة الأخرى. اسأل عن هذا، إذا كانت هذه السلعة أنت ترى باللي راح تبيع شيء لا تملكه أتوقف. إذا كان هناك شيء من الربا في هذه التعاملات، في بعض الحالات تصيب روحك ما شريت السلعة إنما شريت عملة أو خذيت عملة، والعملة هذيك راح تكون مثلا لها ما تسمى الآن في الاقتصاد بفوائد معينة في الشرع تسمى الربا، راح تصيب روحك وقعت في الربا. راح تصيب في بعض الحالات بعض المعاملات المالية التي كسر في مثلا الذي تجده لابد أن يكون مثلا يدا بيد، تصيب روحك باللي انت يا ما طبختوش في هذه التعاملات، عليك أن تقف. إذا كان هناك شيء من الغرر مثلا والجهالة في هذا المبيع، وانت راح تجيبه لصاحبه مثلا، واحد قال لك انا اتيني بحاجه، انت تروح تجيبها له مباشره، تشريها له وتجي تعطيها له، وانت الان ما قبضت في الاول مال، ما هو على باله هذا السلعه اللي جبتها له انت كيفاش دايره، وبعد تجيبها له. وتولي هنايا قاعده شرعيه ان كل عقد يعني ربما يترتب عليه شيء من الجدل وشيء من الخصومه بين البائع والمشتري، هذا راح يولي في نظر الشرعي لازم تتوقف عنده. لأنه الأصل أنك لما راح تشري حاجة تتعامل معها وفق طريقة، يعني إما بالسلم كما أشار الشرع، نعطي لك دراهم تروح تشري لي السلعة وعلى بركة الله. أما أن يقول لك في بعض الحالات، هذه اللي راه في بعض المواقع، يجي يقول له مثلا عندي سلعة معينة، الآخر يروح مباشرة يجيبها هذا السيد باعها له مثلا وهو لا يملكها، بعد راح جاب السلعه، بعد اعطاها السلعه وصلها لهذا، او في حالات يكون الدفع المسبق، ايه بمعنى انه يعرض عليه السلعه اللي هي ليست سلعته، هو وسيط في ذلك، ويقول له ابعث لي دراهم عن طريق الحساب الجاري. نعم. لما يلحقوه السلع بهذاك، لما يلحقوه يروح يشري ويوصلها. وهذا الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، أمنها عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيع ما لا يملك. شهد عندنا كله هنا أستاذ لامين أن الشاب ولا أي أخ يريد الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية عليه أن يتعرف عن كل هذه التعاملات، باش إن شاء الله كي يقدم بإذن الله عز وجل يقدم وهو مرتاح الحمد لله رب العالمين، راح يمارس التجارة، لكنه أيضا يحترز ويبعد على الأشياء التي تغضب الله عز وجل. لأنه نفس الشيء أستاذ لامين، ما ينطبق على التجارة الإلكترونية ينطبق على التجارة التقليدية، فيه غرر وفيه غش وفيه خداع وفيه معناها ظلم وفيه ربما قمار في كثير من هذه التعاملات. على الشاب أن ينظر إليها وأن يتعامل معها وفق ما يرضي الله سبحانه وعز وجل. سبحانه.
طبعا إذا زدنا لها متغير أنه هذه التجارة الإلكترونية لا يتقنها كل الناس وفيها بعض الحيثيات لا ينتمي إليها كل الناس، مع وجود كذلك بعض الأطراف التي تعرف كيف تموه على تجارة وعلى معاملة قد تكون في جوهرها غير شرعية، فيلبسها لبوس أنها شرعية إلى غير ذلك من خلال تلك الحيل. اسمح لي دكتور، هذه لو نرجع مثلا إلى شرعنا نصيبوها مثلا لا يبيع حاضر اللباد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال الركبان. علاش؟ تلقي الركبان. نعم، هذا لماذا أستاذ أمين؟ لأنه ذلك الحاضر وذلك الذي يستقبل هذوك الركبان معناه هو أعلم بالسوق، وهو راه يعرف كثير من الخبايا التي قد ترجع سلبا على أولئك الجدد الذين ينضمون إليها. وهذا دكتورنا في كثير من الحالات نراهم ضحايا في بعض التعاملات في التجارة الإلكترونية. صح، بارك الله فيك أستاذنا. نأخذ أول اتصال، نتشرف بأن نتلقى مكالماتكم مشاهدينا الأفاضل. أم محمد من توغورت، السلام عليكم. أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد حالفني الحظ أخي نوفل البارح أول اتصال واليوم كذلك. ما زديتش فعلا نوفل. أنا يمين. الحمد لله. الله يبارك فيك. على هذه المواضيع والله راهي في الصميم. وراهي يعني تمسنا يعني تمسنا يعني في المجتمع بوركتم. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك، تفضلي يا ام محمد. والله هذا موضوع التجاره الالكترونيه تقدر تقول انه موضوع ذو شجون. يعني فيه ما يقال. نشكر الاساتذه الافاضل المعلمين بارك الله فيهم. الله عندي برك يا اخي نوفل. يعني هالتجاره الالكترونيه عندها تقريبا واحد تقريبا كما لي دخلت حياتي من جيت اخواتي. يعني راح ننوه على حاجه برك يا اخي نوفل. صح، معليش الانسان ماذا به يعني تاجر وربي ان شاء الله يبارك له في ماله، وهذا شيء لا يعارض الدين ولا الحياه ولا اي حاجه. بصح انه تكون هذه التجاره شويه تاثر على العلاقات خصوصا في العائلات. يعني انا وحده يا اخي خياتي صرا بيناتهم دخلوا في هذه التجاره الالكترونيه تاع التسويق الشبكي اللي كان درك الشيخنا يهضر عليه. التسويق الشبكي يعني يا اخي وصلت بهم انهم عاد بيناتهم مشاكل. صح، سمحي لي ام محمد، مازالهم في التسويق الشبكي هما؟ مازالوا يمارسوا التسويق الشبكي؟ والله ما عادوا، ما حتى كيكملوا حتى كيكملوا ما كانوش بهذاك النشاط، ولكن سنا كيدخلوا هذاك الوقت كانت هذاك وين بدات الخدمه تاع هذه الشركه، وكانت شو كان طموح وكان حيويه وكان صح درك يعني حتى التفاؤل قل. مع كي صرات هذيك المشاكل اللي بيناتهم يعني كما كان يشرح الشيخ فيها شغل شروط، واحد يطلع واحد يدخل واحد يعني صارت فيها مشاكل يا اخي. يعني التواصل والترابط الاسري هذاك اتاثر يعني دخلت فيها تعرف المال كي يدخل شويه في الانسان كيعود شويه ثقافته يعني الالكترونيه تكون شويه حتى كان هي يعني لاباس الانسان مثقف قاري. بصح ما نكذبش عليك يا اخي يعني هذه التجاره ولا نوع من التجاره يعني كاين الناس اللي اثر على علاقتهم يعني. صح، والله المستعان. الله المستعان. بارك الله الله يجازيك. الله يجازيك ام محمد. تستمعين الى رد الاستاذ على مساله التسويق الشبكي، كان فصل فيها على كل حال وسنعود اليه ان شاء الله. التسويق الشبكي بتفصيل اخر. نعم. تحب تفصل لها الان خذ راحتك، لانه هي تحدثت على جانب من التجاره الالكترونيه التسويق الشبكي ودخلوا فيه. ثم ولات بهم بيناتهم مشاكل ربما في استقطاب المنتمين الى نفس الشبكه. هذا هو هذا غالبا ما يحدث في التسويق الشبكي. في الحقيقه التسويق الشبكي قريب لما نجوا نعرفوه في بعض الحالات منه تجده أكل المستريح لعرق الكادح.
كالربا تماما. الربا علاش حرموا ربي عز وجل؟ حرموا لانه اكل اموال الناس بالباطل. اكل اموال الناس بالباطل، لان هذا الانسان الذي يدخل في 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 قضيه التسويق الشبكي، وقلنا كيفاش بدا، يعني حتى هما كيفاش بداوا في بعض الحالات يتحايلون على على مثلا هؤلاء الزبائن اللي يجيو. اولا يغروهم بهذيك الكيفيه اللي كنا نتكلموا عليها، على اساس فتح فضاء كبير ويجيبوا له واحد، يعني حتى في بعض الاجتماعات التي تحدث حتى عندنا في الجزائر وفي كثير، يجيبوا له واحد يقولوا له ها هو قنبله العام مثلا، تسمح لي شحال حقق، يعني هو شحال جاب، شحال حقق ارباح واش عنده. اكيد فالشاب هذا الذي ينظر مسكين ويشوف شحال المداخيل نتاعو وكذلك، والشاب هذا جالس مثلا ربما بطال بل ربما حتى موظف، ولكنه الراتب نتاعو لا يراه كافيا مثلا لتحقيق سعادته وربما الامان نتاعو في هذا الحياه، فيمشي الى هذا التسويق. بعدها يرى نفسه في كثير من الحالات اولا يتعامل بشيء من الغرر والجهاله مع بعض هذه الاشياء. في بعض الحالات يصيبه مثلا حتى البدايه، كان مقبل يقولوا له مثلا تحط مبلغ مالي، درك يقولوا له مثلا تشري السلعه، وهذيك السلعه التي يشريها ليست مقصوده في ذاتها، بل يجد مع تلك السلعه، يعني اذا كانت السلعه مثلا تسوى 200,000 مثلا، راح يصيب روحه حط 200,000 وحده اخرى معاها، لماذا؟ حتى يصبح هو ايضا منضم الى هذه الشبكه. وبعدين عنده معروف الان لما سواء في التسويق الشبكي الشمسي او هذه تاع الشبكه يمينا وشمالا، يصيب روحه عنده نقاط مثلا، وبعد ما جابش على اليمين ما عنده حتى نقطة، ما جابش على اليسار ما عنده حتى نقطة، وبعد دائما هذوك الفاقة أصحاب المؤسسة والشركة هم اللي ياخذوا الأموال، وبعد هذا أستاذ يمشي يمشي يمشي، وبعد يصيب روحه مثلا خلاص. هذا علاش صرا بيناتهم مشاكل؟ مثلا هذه الأخت هي تتكلم، بالك هي جابتها، وبعد واش دارت أستاذ؟ درك نقول لك، هي خلاص معناها شفت روحها باللي ودي خسرت، بعد مثلا حبت تجبد روحها، بعد هذوك اللي هما دخلتهم يقولوا لها كيف جبتي روحك انت؟ دخلتينا مثلا هذه الشبكه وبعدين راح تسمحي فينا، وبعد واش يولي بيناتهم؟ تولي بيناتهم هذه الخصومات. منين بدات؟ بدات في كثير من الحالات. علاش كنا نقولوا لشبابنا قبل ما تدخل، قبل ما تدخل لاي عمليه خويا العزيز، اسال، ستسال الناحيه الشرعيه وتسال الناحيه القانونيه وتسال ايضا في جدوى هذه التجارة. يعني احنا ديننا وهذه اللي نبهوا ليها من الأول للآخر في التجارة الإلكترونية، ما لازمش تروح حاجة اسمها قيمة العمل. احنا ربي سبحانه خلقنا باش نعملوا، بمعنى هذا العمل لابد أن تكون تتلقى مقابل نتيجة عمل. أما أني واقي نتلقى مقابل بدون عمل، هنا دائما كاين إشكالية، ودائما اسال كاين علامه استفهام هنايا، كيفاش راه يتلقى مال بدون عمل مثلا؟ هذا غير مقبول. في ديننا انت تتوجه للعمل، تتوجه لحاجه تعمل. العمل هذا خويا العز، التجاره هذه قدرت تبيعها بطريقة تقليدية الحمد لله، قدرت تبيعها بطريقة عصرية وبتسويق عصري، انظر ثاني نفس الشيء كيما كنت راح تبيعها خويا العزيز بالطريقة التقليدية، انظر ايضا الان الى هذه الى هذا التسويق العصري، هل فيه هذيك الاحكام اللي حرمها ربي سبحانه وتعالى، هذيك المعاملات التي نهى عنها الشرع ولا ما فيهاش؟ اذا فيها خويا العزيز يبقى الحكم على اصله، ما دام فيها غش وفيها خداع وفيها ربا وفيها غرر وفيها جهاله وفيها قمار، اتوقف يا خويا الكريم. لذلك كل تعدي على هذا يا اخي، احنا عندنا حتى في وحنا نتكلموا مع خاوتنا يقول لك اللي ترك حرف من الشرع يشتاقلو. هذو تصرى بيناتهم المشاكل. علاش استاذ؟ حينما ما ضبطناش امورنا في البدايه، احنا الشركاء الان حتى في التجاره العاديه يصرى بيناتهم مشاكل في الاخير، لماذا؟ لان ما ضبطوهاش شرعيا بالبدايه. نفس الشيء في التجاره الالكترونيه، اضبطها خويا العزيز من ناحيه شرعيه، واضبطها كما يقولوا من ناحيه القانونيه، وبعدين تصيب روحك ان شاء الله باذن الله قد نجوت ونجحت. إن شاء الله تكون وضحت النقطة بالنسبة لأم محمد والعائلة إن شاء الله. التحاء. أستاذنا دكتور حكيم، أنت لما قلت أنا فيها سهولة وفيها بساطة ربما في التعامل بالنسبة للتجارة الإلكترونية، أنت ربما أو مأت بأنك غير موافق في مسألة يسر العملية التجارية من خلال ما هو إلكتروني، ربما عندك رأي آخر. لا، موافق جدا يعني. التوجه الآن نحو تعزيز التجارة الإلكترونية لأنها أسهل ربما وأبسط. نعم، والجزائر اليوم تؤمن بالرقمنة. تم إحداث يعني وزارة خاصة بالرقمنة، تم سلم ما يسمى بالمقاولاتية الداعية أو الابتكارية، وبالتالي توجه نحو تدعيم الرقمنة.
كل ما قصدت انه اضم صوتي للشيخ الفاضل الذي قدم لنا شرحا مفصلا للاطر الشرعيه للممارسات التجاريه. اعتقد انه الهوة الشرعية تنجم عن ممارسات محدثة غير سوية لأمور مقننة، مثلا التسويق الشبكي والتسويق الهرمي في بداية ظهورهما كان يحظيان بنوع ما من القبول ولكن بعد ذلك تبين أنه فيه ضرر كبير من بهذه الطرق التسويقية الإلكترونية. أيضا فيه ممارسات بسيطة في التجارة الإلكترونية ربما أنويه لها، مثلا أن يعرض منتوجا مقلدا بصورة لمنتوج يعني أصلي، وهذا ما يحدث. لماذا؟ لأن التصوير أحيانا أستاذنا ماشي غير التصوير، أحيانا يجيب صورة المنتج الأصلي ولكن السلعة اللي راهي عنده هو تكون المنتج غير ذلك الذي عرضه على 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 الإنترنت. صحيح، بمعنى أنه يسرق صورة لمنتج أصلي ومتقن إلى غير ذلك، ولكن المنتج اللي عنده هو صورة فقط غير مشابهة وغير مطابقة لما عرضه على الإنترنت. اسمح لي دكتور فقط وبين قوسين هنا فقط، حتى في بعض أنت تقول مش هو في بعض حتى الكمية. أنا شفت مثلا في بعض التجارة هذه في المكملات الغذائية مثلا سيبو يجي يقول له مثلا عندك السكر، يقول له إيه يدير هو، يعني أنا على أساس أن هذه الباطة كما يقولوا هذه العلبة هي اللي تشريها وهو المبلغ نتاعها. بعد كي يجي هو يبدا يساله يقول له مثلا شحال عندك سكري، يقول له مثلا شحال عندك من العام اللي حكمك سكري، يقول له مثلا عندي عام، يقول له لا انت ما لازمش امبوط برك، ما لازمش لك علبه واحده، انت لازم لك 10. هذا من المفروض يكون هو، علاش؟ لانه هذا هو ذلك الغرر والجهاله والاشياء هذه التي قد يقع ضحيتها هذا الاخ اللي راهو يبيع بهذه الكيفيه. هو راهو ظن باللي على اساس زعما باش يجيب المشتري، لكن واش راهو يدير؟ راهو يدير في عمليه مخادعه يأباها الشرع كما سمح لي. بارك الله فيك استاذ. بمعنى انه لازم الممارسات الخاصه بالانشطه الالكترونيه تلزويد من مقاصد الشريعه الاسلاميه. نعم. ويجب ان لا تقع في المحاذير الشرعيه. وعليه كما قال الاستاذ الفاضل لابد من ان نسال قبل أن نخطو أي خطوة في المجال. صح. التجاري طبعا في الجزائر أستاذنا تشوف فيها يعني تجارة إلكترونية بكاملة الأركان كما يقال، أم أنه فقط واجهة لنشاط عادي؟ بمعنى أنه إنسان عنده تجارة عادية وعنده تجارة تقليدية، عنده دكان، عنده محل إلى غير ذلك، يبيع سلع معينة أو خدمات معينة، وقد يستعمل فقط الإنترنت كواجهة لتلك المحل. نعم، كتسويق فقط أو ترويج. أنا أرى أو بالحقنا لهذاك التجارة الإلكترونية المكتملة. الآن يعني هذه الجملة تاع الحقنا إلى تجارة إلكترونية مكتملة تقودنا إلى مثلا تجارة إلكترونية في دول متقدمة تكنولوجيا وما لا. الأمر لا، يعني فيها يعني ورانا الحقير، يعني وش فيها اجتهادات في المجال. احنا شوف رانا نمارسوا في واحدة التجارة الإلكترونية تسمى بتجارة إلكترونية بالسداد عند الاستلام، لأنه في كثير من الأنواع تاع التجارة الإلكترونية. صح. ما هو مطبق في الجزائر الآن هو السداد عند الاستلام، يعني بمجرد ما فيش الدفع الإلكتروني، ما فيش لأنه إلى حد الآن غير مطبق هذه المنظومة المالية الإلكترونية، لم يتم يعني ربطها بالتجارة الإلكترونية. طيب ضمن هذا السياق نجد أنه فيه الكثير من الاجتهادات لمن ذكرت، يعني بعض المتاجر قامت بإنشاء صفحات إلكترونية للترويج إلى منتجاتها، وبالمقابل نشهد أيضا إنشاء مؤسسات خاصة بنقل هذه المنتجات أو توصيل هذه المنتجات. إذن بدأت تظهر لنا ملامح متكاملة لتجارة إلكترونية. أي نعم مازال ما وصلناش إلى مصف الدول المتقدمة في هذا المجال، ولكنها خطوات نثمنها. التاجر الجزائري تماشى مع الوضعية الحالية التي فرضتها جائحة كورونا، وقام ضمن المستطاع على كل حال وضمن المتاح. أشير فقط إلى أنه التجارة الإلكترونية في الجزائر الآن تتماشى ضمن منظومة اقتصادية، منظومة الإنعاش الاقتصادي التي نحن بصدد تطبيقها، من بين أبعادها تحقيق
الرقمنة أو التحول الرقمي. وبالتالي فنحن نسير ضمن منظومة متكاملة، رقمنة الأنشطة، محاولة أو البدء في بناء بنية تكنولوجية تحتية، وبما يتماشى وفق تأطير قانوني. إذن الخطوة يجب أن تثمن، هي خطوة ليست اعتباطية وليست مبنية على تصرفات فردية. أي نعم في بداية الجائحة شفنا بعض الفوضى في مجال التجارة الإلكترونية، ولكن الأمر الآن صار مقنن، صار وفقا لإطار كامل، ولكن لا بأس أن نشير في هذا الإطار أنه فيه مجموعة من النقائص، نقائص خاصة بالبنية التحتية. الوزارة المعنية بالرقمنة أشارت إلى هذه الفجوة وأعطت خطة متكاملة لتطويرها في المستقبل، نأمل ذلك على كل حال. والخطة هذه لم تستبعد حتى مسألة المجتمع الرقمي، لأنه نحن نتكلم على وفقا لإطار مؤسساتي وننسى الثقافة الإلكترونية لدى المجتمع. ماذا قدرة المجتمع على استيعاب هذا التوجه، على استيعاب التجارة الإلكترونية والانخراط فيه كذلك؟ نعم، لأنه في مسألة الثقة، في مسألة الثقة يعني هناك إلى حد ما ثقة متزعزعة من الممارسة الإلكترونية، خاصة في البداية. يعني شفنا في بعد مارس 2020 كان فيه نوع من الحذر في التعامل، إنما هذا نجم عن بعض الممارسات التي أشار لها الشيخنا الفاضل، ممارسات غير سوية غير شرعية أدت بالضرر فيها. نعم، وهذا موجود على مستوى العالم على كل حال. التجارة الإلكترونية قلنا وأشرنا إلى أنه إطارها القانوني الذي نظم وأطر لازال يعوزه الكثير من النقاط التي تستوجب التدارك القانوني، التدارك التنظيمي. يعني حتى لابد من مؤسسة هذا العمل وفق منظور متكامل، وهذا ما نأمل أن نصل إليه. إذن بالمجمل نسير في الطريق الصحيح إن شاء الله نحو التجارة الإلكترونية المكتملة الأركان، وتحتاج إلى كما أشرت دكتور حكيم إلى فواعل اجتهادات أخرى وإلى فواعل، بمعنى أنه لازم تكون عندك بنية تحتية في التكنولوجيا، في الرقمنة، إلى غير ذلك. هام جدا، بنية تكنولوجيا هامة جدا حتى يسير قطار التجارة الإلكترونية. طبعا ما الذي يمكن أن يحصله الاقتصاد، ما الذي يمكن أن يحصله كذلك المجتمع من فوائد إن تمكننا من الوصول إلى التجارة الإلكترونية الفعلية؟ ما هي فائدتنا يعني فيه؟ نعم، في الحقيقة التجارة الإلكترونية لها العديد من التأثيرات، بعضها إيجابي بعضها سلبي. صح. لا بأس أن نسبق السلبي حتى ننتهي بما هو إيجابي. كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحلال، تسأله عن الحرام مخافة الوقوع فيه. نعم، إذن التجارة الإلكترونية تتطلب كما ذكرت بنية تحتية، وهذا غير متاح لبعض الدول. تتطلب أيضا وجود منظومة متكاملة تضمن الحقوق، تضمن كل مسارات التعامل وترصدها. أيضا التجارة الإلكترونية قد تؤدي إلى فقدان بعض مناصب العمل، بعض الوظائف قد تختفي وتظهر وظائف أخرى. لماذا؟ لأنه فيه شركات وسطية في المجال التجاري، هذه الشركات ستفقد إلى حد ما، ستفقد وجودها ومنبع عملها. صح. ولا بأس الآن حتى ننتقل إلى الجانب الإيجابي. التجارة الإلكترونية تعزز من الاستهلاك، يعني تجعل الاستهلاك متاحا لكل الأفراد، وبالتالي هذا يعزز من قدرة تسويق المنتجات. أيضا التجارة الإلكترونية بإمكانها إنشاء أسواق لم تكن متاحة، كأن تكون هذه الأسواق خارج حدود الوطن مثلا. الأمر لا يتطلب تنقل الفرد لتسويق منتجه في بلد آخر، وإنما يتطلب تعاملا إلكترونيا يتيح هذه الفرصة. التجارة الإلكترونية تمكن من يعني بيع منتجات لم يتم طرحها في الأسواق، كما نرى الآن المنتجات المحدثة والجديدة يتم تسويقها إلكترونيا. نعم. ليحصل تغذية عكسية، فيدباك، حتى نرى إمكانية تسويقها ومعرفة الفئة المستهدفة
منها أيضا التجارة الإلكترونية تخلق فرصا استثمارية. سلاسل التوريد مثلا للعديد من المصانع تحققت عن طريق التجارة الإلكترونية خاصة في ظل الجائحة. التجارة الإلكترونية تنمي العمل المالي. نرى الآن هناك يعني توازنا وتوازيا في تطوير المنظومة المالية والمنظومة التجارية، بل إن بعض المبتكرات المالية إنما أحدثت لخدمة التوجهات الحديثة للتجارة الإلكترونية. إذن لها فوائد جمة تتحقق بتحقق شروط تم الإشارة إليها سابقا، وتوفير مرتكزات لبناء تجارة إلكترونية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية. أنت بطبيعة الحال تشجع الشباب لولوج مثل هذه، أكيد مثل هذه الفضاءات وهذه النشاطات الجديدة. وش ربما المحاذير من ناحية التجارية ومن ناحية الاقتصادية لمن يلج مثل هذا النشاط؟ حدثنا الأستاذ على التأطير الشرعي في حد ذاته، حدثنا وش الأمور التي على الشاب أن يتفاداها في التجارة الإلكترونية حتى يكون ربما مشروع ناجح؟ طيب، هناك مجموعة من المسائل على الشاب أن يهتم بها قبل الولوج إلى هذا النشاط التجاري الإلكتروني. أول شيء لابد أن يعرف ماذا يبيع، لابد أن يلم بالسوق الإلكتروني للمنتج الذي يرغب في بيعه. ولا بأس هنا أن نشير إلى أنه على الشباب أو على من يقبل على مثل هذا النشاط أن يكون أو أن يلج فيما يعني يفقه، وأن يكون فاعلا فيما يعلم أبعاده، وإلا سيتوه. إذن أول شيء عليه أن يعلم ماذا يبيع. ثاني شيء، ما هي أو من هي الفئة المستهدفة، إلى من أبيع، والزبائن المحتملين. نعم، هنا البعد فئوي، الزبائن المحتملين كما أشرت، وأيضا منطقة، في أي منطقة أبيع، بأي منطقة أبدأ. أيضا ما هو هامش الربح الذي أقوم بفرضه، ومع من أتصل من مؤسسات التي تعنى بمجال توصيل المنتجات، لأنه في هنا إجراءات تفاوضية يتفاوض عليها الشاب مع المؤسسة، وهذا أمر هام جدا، لأنه قد يخفض أو يرفع من هامش الربح الذي يحققه، وهذا يؤثر على التنافسية تاعه كذلك. نعم، تنافسية المنتج المسوق. ثم نأتي إلى كيفية البيع، معناتها هل سيكون أو سأعتمد على متجر إلكتروني، هل سأعتمد على سيت ويب، هل سأعتمد على فقط صفحة. مثلا بعض الشباب أو بعض التجار اعتمدوا فقط على صفحة إلكترونية ثم وسعوا الأمر إلى متجر إلكترونية، أم سأقوم بكراء مساحة إلكترونية في متجر إلكتروني واسع، هذا أمر متاح. إذن هناك العديد من الخيارات أمام الشباب، فقط الأمر يتعلق بإعداد خطة عملية واضحة خاصة في المجال المالي. نعم، دراسة الجدوى، لأن الأمر له أثر مالي. هنا من يدخل إلى مجال التجارة له رأس مال يبدأ به، رأس مال الاستثماري الأولي، ثم عليه أن يحدد مكان تخزين وكيفية تخزين السلعة، لأنه حتى نتفادى ما أشار إليه الشيخ الفاضل، بيع ما لا تملك. نعم، يجب التفكير في كيفية تخزين السلع وكيفية إخراجها من منطقة التخزين وتوريدها إلى من يطلبها. يعني نشاط لا يستهان به، وماشي سهل. ماشي سهل به الكثير من الحيثيات تجعله، ولكن أيضا هو نشاط واعد. نشاط واعد، قلنا العديد من المؤسسات الناشئة التي تحولت إلى ما يسمى الآن بالمؤسسات وحيدة القرن، المؤسسات الواعدة ذات النمو العالي، بدأت في مجال النشاط الإلكتروني التجاري وأيضا النشاط التكنولوجي. إذن مشاريع واعدة تتطلب الحذر في إعداد دراسة الجدوى. الله يبارك فيك أستاذنا الدكتور حكيم أبو حرب، نفع الله بك، وربي يبارك فيك على ما قدمته. أستاذنا محمد بارك الله فيك كذلك على ما قدمته، وربي يجازيك إن شاء الله، نلتقي في فرص أخرى بحول الله.
نتواصل معكم مشاهدينا الأفاضل بعد فاصل إنشادي، نستقبل بعده بروفيسور عبد المجيد قدي في الفقرة الختامية إن شاء الله. يا واحد أنت العظيم السرمدي الماجد، لك بالتفرد يا إلهي أشهد. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طيب لنا مشاهدينا الأفاضل نلقاكم ثانية في الفقرة الختامية المخصصة لضيف مفاتيح البروفيسور عبد المجيد قدي في الحديث عن الاقتصاد. بروفيسور مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك على حضورك أولا، وأكيد سينتفع وأنتفع أنا شخصيا بما ستجود به في مسألة التجارة الإلكترونية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد رضي الله تعالى عن صحابته وآله وأزواجه ومن السنة بسنة مهشدة بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحياة الاقتصادية بكل متغيراتها وبكل أبعادها تعرف تحولات عميقة. هذه التحولات جزء كبير منها إنما هو بدافع أو بفعل الابتكار والإبداع التكنولوجي. ولعل من أبرز التحولات التي عرفتها البشرية اليوم هو دخول الرقمنة ودخول عالم الانترنت إلى عالم الأعمال، حيث أن هذا الدخول إلى عالم الأعمال قد أدى إلى إفراز ممارسات جديدة وسلوكات جديدة. لعل من أبرز هذه الممارسات إنما هو التجارة الإلكترونية، والتي يمكن أن نعتبرها أو أن نعبر عنها بأنها إنما هي شكل من أشكال المعاملات، ولكن هذه المعاملات إنما تتم عبر الإنترنت، سواء كان الأمر يتعلق بالطلبيات أو الأمر يتعلق بالمزادات أو الأمر يتعلق بالإشهار أو يتعلق بالدفع أو يتعلق بالتسليم وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن اليوم أن عالم التكنولوجيا للمعلومات إنما أصبح يسيطر على الكون ككل، وجعل من الكون حيزا ضيقا يعني يتم فيه تجاوز الجغرافيا وتجاوز المكان. والحقيقة أن هذه التجارة التي نسميها التجارة الإلكترونية هي اليوم ترتبط في ذهن الناس بوجود الانترنت، ولكنها أيضا كانت قائمة قبل وجود الانترنت، باعتبار أننا لما نستخدم كل تكنولوجيات الإعلام والاتصال بما فيها الهاتف بما فيها الفاكس، في النهاية أن أحيانا الطلبيات كانت تتم عن طريق الفاكس أو عن طريق الهاتف وما إلى ذلك، يمكن أن نعتبر ذلك بأنه عبارة عن تجارة إلكترونية. ولكن الشيء المهم من اليوم في حياتنا المعاصرة وفي حياتنا الحاضرة إنما هو الانترنت. هذه التبادلات يمكن أن تتم بين المؤسسات فيما بينها، هذه التبادلات يمكن أنها تتم بين المؤسسات وبين المستهلكين أو بين الزبائن أو بين أفراد المجتمع، هذه التبادلات يمكن أن تتم بين ماذا؟ بين الحكومة باعتبار أنها موفرة للخدمات وعموم الناس أو الجمهور، ويمكن أيضا أن هذه المبادلة إنما تتم بين ماذا؟ بين أفراد المجتمع أو بين الجمهور. وبالتالي هذه هي صيغة من الصيغ العادية أو الصيغ المهيمنة بالنسبة للمبادلات التي تتم في عالم التجارة الإلكترونية. الحقيقة أن هذه التجارة الإلكترونية اليوم أنها أصبحت تهيمن على الحياة الاقتصادية. على سبيل المثال اليوم أن المعاملات أو المبادلات في إطار التكنولوجيا في إطار التجارة الإلكترونية أو المبيعات في إطار التجارة الإلكترونية أنها تمثل في الولايات المتحدة الأمريكية يعني في حدود 46% من الناتج المحلي الخام. 46% من الناتج المحلي الخام. في دولة ككوريا أنها تمثل 84% من الناتج المحلي الخام، ودولة كاليابان تمثل 61% من الناتج المحلي الخام. يعني شوف يعني 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 هذا التحول وهذا التطور، يعني تقريبا أن تقريبا كل المعاملات في دولة مثلا ككوريا تقريبا أن كل المعاملات أصبحت تتم عبر التجارة الإلكترونية. ولكن الأمر إذا كان هذه الدول أنها بلغت هذا المبلغ في توسع التجارة الإلكترونية وانتشارها وهيمنتها على المعاملات، إنما يعود ذلك إلى توفر مجموعة من الشروط الموضوعية التي لا بد أن تتوفر لأي مجتمع من المجتمعات يسعى إلى ماذا؟ يسعى إلى تأسيس هذه التجارة ويسعى إلى تطويرها وتنميتها. لعل من أبرز هذه الشروط هو توفر البنية التحتية. هذه البنية التحتية الرقمية هي تتمثل في
يعني في توفر شبكة الانترنت وتدفق ثاني اللائق. تدفق شبكة الانترنت، جودة الشبكة وما إلى ذلك، كل ما يتعلق بتوفر الآلات والمعدات القادرين على إدارة شبكة الانترنت، يعني هذا مسألة هامة، لأنه لا يمكن اليوم أن نسعى إلى الحصول على طلبية من طلبيات ونجد الانترنت غير متوفر. ببساطة اليوم أن جزء من التحولات التي أصبحت تحملها معها التجارة الإلكترونية هو أن جزءا من المنتجات أصبح في حد ذاته مرقمنا وقابل للترقيم وقابل للرقمنة. اليوم مثلا أن استشارة خدمة، استشارة باعتبار أنها خدمة، يعني فحص طبي اليوم، استشارة محاسبية وما إلى ذلك يمكن أن تحمل عبر الشبكة ولا تحتاج أصلا إلى النقل، إلى النقل العادي عن طريق وسائل التوصيل العادية. اليوم مثلا الحصول على كتاب، يعني ممكن أن الكتاب أنه يبعث عبر شبكة الانترنت. اليوم الحصول على فيلم من الأفلام أو على أنشودة من الأناشيد أو على يعني نص قرآني مجود بلحن أحد المقرئين، يعني كل هذه الأشياء إنما هي أصبحت خاضعة للرقمنة، وبالتالي أن حتى يمكن تحملها تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى بنية تحتية رقمية يعني عتيدة متينة قادرة على التحميل والتدفق كما تفضلت بأنه يكون كبيرا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في الواقع هو حجم سوق مستخدمي الإنترنت. أنا اليوم لا يمكن نتكلم على تجارة، يعني تجارة إلكترونية إذا كان الذين يستخدمون الإنترنت عددهم قليل. لماذا؟ لأن هذا التوسع اليوم في هذه الدول التي أشرنا إليها بالأرقام هو ناجم عن أن مستخدمي الإنترنت عددهم كبير، وبالتالي أن الناس أصبحوا يفضلون التعامل مع الآلة ومع الإنترنت أكثر مما يتعاملون مع الأسواق العادية، وهذا هو السبب في تنميتها. ولهذا الآن تحويل المواطن إلى مواطن رقمي، تحويل المواطن إلى شخص يتجاوز ما يعرف بالأمية الرقمية، قادر على التعامل مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مسألة هامة في المجتمع، ومن ثم لابد من توفر مستخدمي سوق لمستخدمي الانترنت. كلما اتسع هذا السوق وكلما كان ذلك مؤشرا على إمكانية توسع التجارة الإلكترونية، وكلما ضاق هذا السوق في الواقع أن مؤشرات أو احتمالات توسع التجارة الإلكترونية في المجتمع إنما سوف يكون ضائلا. ثم تجانب أساسي أيضا هام هو ما يتعلق بأمن المعلومات. لماذا؟ لأن هذه الحقيقة أن التجارة الإلكترونية جوهرها إنما هي تدفق معلومات، تدفق كميات من البيانات، هذه البيانات إنما قادرة يمكن أن تقرصن، هذه البيانات يمكن أن يعتدى عليها، هذه البيانات يمكن أن تحول إلى جهات غير الجهة التي يفترض بأن تتجه إليها، هذه المواقع، هذه البيانات يمكن أن تدمر، ومن ثم لابد من حماية أمن هذه المعلومات. لماذا؟ لأن جزء من هذه المعلومات هي مرتبطة بحياة الناس، خصوصية الناس، مداخلهم، ممتلكاتهم، عاداتهم وما إلى ذلك. وبالتالي أن يعني تأمين هذا الفضاء شيء ضروري. صح. ولا يمكن أن نتكلم عن التجارة الإلكترونية ما لم نتكلم على الأمن الإلكتروني أو الأمن الرقمي أو الأمن فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. جانب آخر أيضا يعني هو مهم جدا. الحقيقة أن التجارة الإلكترونية هي تتساير وتتساوق مع ما يعرف بوسائل الدفع الإلكتروني. لماذا؟ لأن من الفائدة إذا كان أنا يأتيني في المنتج من المنتجات إلى بيتي سواء محمل عبر الشبكة أو أنه يأتيني عن طريق التوصيل وما إلى ذلك، وأضطر إلى أن أنتقل من أجل الدفع إلى البنكي أو إلى بيوت يعني الدفع بشكل، أو أن تدفع مقابل ذلك نقدا، أو أن تدفع ذلك نقدا. فبالتالي الأمر يعني في الواقع أنه يكون يعني مختل. وهذا الذي يحدث يعني في الجزائر تقريبا كل التعاملات التجارية الإلكترونية راهي تتم بهذه الطريقة، باستثناء بعض التعاملات التي تتم عن طريق البطاقة البنكية وبطاقة ذهبية. كل ما كان يعني الآن إمكانات الدفع الإلكتروني متوفرة، كل ما كان ذلك مساعد على ماذا؟ على نمو وتنمية التجارة الإلكترونية. هذا إذن الجانب الآخر من الشروط التي لابد أن توفر. الحقيقة أن اليوم أن خدمة التجارة أو خدمات التجارة الإلكترونية هي
تولد معها في النهاية مجموعة من الوظائف ومجموعة من المهن. لعل من بين هذه المهن التي تولدها هي ما يسمى بتصميم المواقع. وبالتالي أنا لا يمكن اليوم أن أي مؤسسة تتعامل مع التجارة الإلكترونية لابد أن يكون لها موقع، لابد أن تكون لها واجهة. وبالتالي نحن نحتاج إلى القادرين على تصميم المواقع والواجهات والمنصات الرقمية وإدارتها كذلك، وإدارة هذه المنصات وهذه الواجهات، وأيضا إنتاج المحتويات التي يمكن أن تسوق. نقول احنا راينا بان جزء كبير من المحتويات انما هي عباره عن محتويات رقميه يتم تسويقها، سواء في شكل معلومات، سواء في شكل كتب، سواء في شكل استشارات وما الى ذلك. في جانب اخر ايضا مهم وهو يتعلق بالجوانب القانونيه. لماذا؟ لان التجاره الالكترونيه هي في الواقع هي صحيح انها تتم عبر عبر الشبكه وعبر الخط، ولكن اصول التعامل يقتضي توفر مجموعة من الأسس للتعامل التجاري. لعل من أبرز أسس التعامل التجاري هو التوقيع. لعل من أبرز اللي هو الإثبات الحجة. يعني معل من هو ما يسمى بالآثار التي يتركها التعامل. ومن ثم فإن الآليات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني، الإثبات الإلكتروني وما إلى ذلك لابد أنها تكون متوفرة في المجتمع. ايضا ان هذا النوع من التجاره في الواقع يعني هي مثلها مثل اي تجاره من مثل اي تجاره، انما يمكن ان تولد منازعات. وايضا هي ايضا تحتاج لابد انها تكون يعني موضوعا لبعض الواجبات كالضرائب مثلا، ولهذا لابد ان تكون مصحوبه بمثل لابد ان تكون مصحوبه بالتشريعات التي تضبط هذا النوع من المعاملات وتحمي حقوق الناس ويعني وتحمي وتفصل في المنازعات، وايضا تفرض انها تمكن الحكومه من الحصول على حقوقها من الضرائب. فضلا عن ذلك ايضا في الواقع ان الحقيقه ان هذه التجاره هي ممارسه ايضا، وهذه الممارسه يمكن ان تؤدي الى الاضرار بالاخرين. ومن ثم فإنه لابد أن تكون هناك آليات، ولعل أكبر المتضررين في التجارة إنما هو المستهلك باعتبار أنه هو الحلقة الضعيفة. ولهذا هناك حرص من كل المجتمعات على حماية هذا المستهلك. ومن ثم لا يمكن أن نتصور بأن هناك تجارة إلكترونية ما لم تكن هناك آليات لحماية المستهلك، سواء من حيث الإشهار، سواء من حيث الابتزاز، سواء من حيث يعني حماية حياته الشخصية وما إلى ذلك. كل هذه القضايا لابد أنها تكون متوفرة. إذا توفرت هذه القضايا، إذا توفرت هذه الظروف، ساعتها يمكن الحديث عن ماذا يمكن الحديث عن إمكانية وجود تجارة إلكترونية. ما لم تتوفر هذه المعطيات التي أشرت إليها أو هذه العوامل التي أشرنا إليها، فالحديث عن التجارة الإلكترونية يعتبر مجرد أمنية من الأمنيات، يعني مجرد حديث يعني يمكن أن يقال، ولكن موضوعيا لابد من توفر مجموعة من الشروط الموضوعية. الحقيقة هذا الحرص اليوم على التجارة الإلكترونية وعلى توسعها وعلى انتشارها إنما يكون مدفوع بالخصائص التي تتميز بها هذه التجارة الإلكترونية. لعل من أبرز هذه الخصائص التي تتمتع بها التجارة الإلكترونية هي أنها التجارة عابرة للحدود، تتجاوز المكان. ونحن نشوف بأن الحدود والمكان قد يولد الكثير من الصعوبات بالنسبة للتعامل التجاري. أحيانا نجد بأنه في بعض الحالات أن تكاليف نقل منتج من المنتجات هي أكبر بكثير من تكاليف إنتاجه وتصنيعه. أحيانا أيضا أن الحقيقة أن تأمين وصول منتج من المنتجات إلى مكان من الأماكن قد لا يكون ممكنا بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى ما يسمى القيود المفروضة، جمركة، قيود وما إلى ذلك. قد الأمر أيضا مرتبط بمدى قدرتنا على توصيل المنتج إلى ذاك المكان مع المحافظة على المنتج، ممكن أن المنتج أنه يتعرض للتلف. وبالتالي أن التجارة الإلكترونية بإمكانها أنها تقضي على الكثير من هذه الإشكالات المرتبطة بالجغرافيا ومرتبطة بالحكم. وهذا أيضا هذه مزية من المزايا. المزية الأخرى أو الخاصية الأخرى التي يمكن أن نحصل عليها من التجارة الإلكترونية
هو في الواقع أننا قلنا بأن هناك فيه وجود منتجات رقمية، وهذه المنتجات الرقمية ما فات تتوسع وما فات تزداد، خاصة في مجال الخدمات وحتى في بعض الجوانب في حتى في بعض المجالات الأخرى خارج الخدمات. في جانب آخر أيضا يعني يميز هذه التجارة الإلكترونية هو سرعة النمو. يعني لو نشوف اليوم وتيرة نمو التجارة الإلكترونية يعني أنها يعني أنها تنمو بشكل أسي وبشكل هندسي بالمقارنة مع نمو التجارة العادية وتجارة الخدمات وما إلى ذلك. وهذه سرعة النمو هي التي يعني وفي ظل هذا النوع من التجارة والتوسع الرقمي أصبحنا نتكلم عن المؤسسات الناشئة، والمؤسسة الناشئة في النهاية ليس هي المؤسسة يعني الحديثة النشأة، وإنما هي تلك المؤسسة القادرة على النمو بشكل كبير سريع وتستخدم في ذات الوقت تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وهي في النهاية هي سر الآن، هي سر نهوض الكثير من المجتمعات والمعول عليها في النهوض بالكثير من المجتمعات. لماذا؟ لأن وتيرة النمو أنها تنمو بشكل سريع أسرع بكثير مما تنمو به المؤسسات العادية والأنشطة وأنشطتها، يعني أنها تنمو بشكل أسرع مما تتطور به الأنشطة العادية. أيضا في من بين هذه الخصائص التي يمكن أن نشير إليها هو أيضا أن الحقيقة أن التجارة الإلكترونية أنها تقلص التكلفة، وشرت أنا إلى مثلا تكاليف النقل، مثلا فيه تكاليف الاتصال، فيه تكاليف الانتظار. يعني الآن يعني نحن كنا ننتظر وصول خدمة من الخدمات يعني من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق البريد العادي أو عن طريق يعني تكاليف الزمن، وهذه تكاليف الزمن هي مهمة جدا باعتبار أن هناك الكثير من المنتجات والكثير من الخدمات إذا يعني إذا فات الزمن الذي يتم استخدامها فيه في الواقع لا قيمة لها، قيمتها مرتبطة بزمن الاستخدام، وهناك صعوبة كبيرة في ضبط وصول السلع أو الخدمات في الوقت الملائم بالنسبة لأصحابها. وهذا يعني عنصر مهم جدا. لماذا؟ لأن أحيانا يتم تزامن بين ماذا؟ بين تقديم الخدمة يعني عن طريق الشبكة واستغلال الخدمة عن طريق الشبكة. يعني هذا الجانب الآخر. لعل من بين الخصوصيات هو سرعة الحصول على المعلومة. لماذا؟ لأن المعلومات يعني يكفي الآن أنني نصفح المواقع، أنا مثلا أريد أن أنتج أريد أن أشتري يعني قميص أو يعني ساعة أو حاسوب أو ما إلى ذلك، أنا بإمكاني أن أدخل إلى كل المواقع التي تعرض هذه السلع، وبإمكاني أن أعرف ما هي الخصائص، ما هي خصائص هذه المنتجات، وتعمل مقارنات والقيام بالمقارنة وما إلى ذلك. الأمر هذا في الواقع ليس ممكنا من ذي قبل. كنت ممكن أنني أحتاج أنني أستفسر لدى المؤسسة أو لدى البائع أو لدى ممثل البائع وأنتقل إليه من أجل رؤية يعني رؤية المنتج في عين المكان، من أجل رؤية خصائصه وما إلى ذلك. الآن المنتج فيها وقت وفيها تكلفة الزمن وتكلفة المعلومة في حد ذاتها. يعني أحيانا أن المعلومة بجين عن طريق يعني عن طريق البريد أو عبر أي وسيلة من الوسائل هي في الواقع مكلفة. الآن هذه المعلومة أنها لم تعد مكلفة نهائيا، بالإضافة إلى كون أن حتى خصائص المنتجات يعني أراها كما هي، يعني أرى المنتج كما هو مثلا أمامي، يعني مصورا في الأبعاد الثلاثة، يعني في الأبعاد الثلاثة. في جانب آخر أيضا وهو الواقع هو سهولة المقارنة مثل ما أشرنا من ذي قبل. اليوم يعني يمكن نشوف كل الشركات التي تنتج الحواسيب أو تنتج الهواتف النقالة أو تنتج الساعات أو تنتج أي منتج من المنتجات، وبإمكاني أن أقارن من حيث المزايا، من حيث الخصائص نتاع المنتجات، من حيث الأسعار، من حيث التكاليف، من حيث الخدمات التي تقدمها هذه المنتجات، وأتخذ القرار بناء على ماذا؟ بناء على هذه المقارنات. في الكثير من الأحيان أننا في من ذي قبل كنا نجد أنفسنا ضحية أننا نشتري ما هو متوفر على مستوى السوق، ولا فرصة لنا لكي نقارن، وأحيانا لا فرصة لنا لكي نعرف بأن هناك منتجا منافسا موجودا. الآن بإمكاننا أن نعرف بأن هناك المنتج في الداخل وفي الخارج، صح. يعني في الداخل وفي الخارج باعتبار أن هناك مرونة، يعني مرونة التواصل ومرونة المعرفة وإمكانية الولوج إلى أي موقع من المواقع وتصفح يعني الواجهات الإلكترونية وهلو مجرى. حتى أستاذ الخوارزميات المصممة في عمليات البحث، نعم. لما تكتب ربما منتج معين، تكتب مثلا ساعة يد، نعم،
فالنتائج التي ستعرض عليك لمتاجر كل المتاجر التي تبيع ساعات، بمعنى أن الاختيار يكون واسع. أحيانا تولي هناك ربما مشكلة فوضى في هذاك استغلال المعلومة، كثرة المعلومات يعني أحيانا تجعلك تحتار في المقارنة وفي اختيار المعلومة التي يمكن أن تفيدك. يعني أيضا الحقيقة أنه في ظل التجارة الإلكترونية أن المنافسة اليوم بين المؤسسات أصبحت تستند إلى القدرات، قدرات المؤسسة، قدرتها على الوصول إلى الأفراد، قدرتها على إقناع الآخرين، قدرته على التصميم، قدرته على الإشهار. إذن يعني تستمد ليس لأن هناك مزية نسبية مثل ما كنا يعني مثل ما كان سابقا، وإنما قدرات. ولهذا اليوم أن بقاء المؤسسة هو مرتبط بمدى قدرتها على تنمية قدراتها وإمكانياتها، وهذا أيضا عنصر آخر من عناصر يعني من الخصائص التي تتميز بها التجارة الإلكترونية. في جانب آخر أيضا مهم، وهو اليوم أن هذه التجارة الإلكترونية أنها أدت أو تؤدي إلى تطور أساليب التجارة وأساليب الدفع. اليوم لعل من بين هذه الأساليب التجارة هو اليوم نتكلم على إمكانية الدفع عن طريق ما يعرف اليوم بالعملات المشفرة، التي يعني كنا من ذي قبل كنا نتكلم على بطاقة الدفع أو بطاقة الائتمان، اليوم أصبحنا نتكلم على عملات أخرى، وهي في الواقع إنما هي أحد الجوانب التطور الذي عرفه العالم الرقمي وبما فيه التجارة الإلكترونية. وبالتالي دائما تؤدي بنا إلى تطور أساليب الممارسة التجارية بشكل مستمر. وهذا التطور في أساليب الممارسة التجارية بشكل مستمر أنه من شأنه أنه يقضي على الروتين. ولعل من بين الكوارث ومن بين المشاكل التي يعاني منها الإنسان هو الروتين، الرتابة. وبالتالي أن كل ما نقضي على الرتابة كلما تزداد دافعيتنا وكلما تزداد الحوافز لدينا، وكل في الواقع ما نسعى للاكتشاف باعتبار أنه دائما هناك يعني اكتشافات جديدة. الحقيقة أن هذه التجارة الإلكترونية التي نتحدث عنها هي اليوم هي مفيدة، والحرص عليها هو ناتج عن الفوائد التي أو المنافع التي يمكن أن نحصل عليها. هذه المنافع هي بالنسبة للمنتج أو بالنسبة للمؤسسات وكذلك بالنسبة للزبائن. يعني هناك يعني منافع متقاسمة، يعني ليس كل رابح، يعني الكل رابح، ليس هناك يعني طرف رابح وطرف خاسر، يعني كل الأطراف رابحة. يعني ما هي هذه يعني الأرباح التي يمكن أن نشير إليها؟ الحقيقة اليوم أنا قلت بأن اليوم بالنسبة للمؤسسات، المؤسسات بإمكانها أنها تحضر في كل دول العالم. ما هي تحتاج؟ لا تحتاج الآن إلى رخصة. الآن عن طريق التجارة العادية باش ندخل إلى أي سوق أحتاج إلى رخصة. الآن حضوري في الأسواق العالمية، حضور في الأسواق العالمية يعني أصبح ممكن بالنسبة للمؤسسة. الآن بالنسبة للزبون بإمكانه أنه يحصل على جودة أفضل. لماذا؟ لأن كل المؤسسات المتعاملة على مستوى الأسواق هي أمامه، وبالتالي ما عليه إلا أن يفاضل، ما عليه إلا أن يختار، ما عليه إلا أن يحدد المؤسسة أو المنتج الذي يحقق له الإشباع الأفضل. صح. في جانب آخر أيضا مهم، وهو اليوم أن المؤسسات أنها تجد نفسها في وضع تنافسي أفضل. لماذا؟ لأن والحقيقة أن ما يمكن المؤسسة من رفع أدائها هو وجود المنافسة. صح. المؤسسة لا يمكن أن تتطور من دون وجود ماذا؟ من دون وجود منافس لها. الأمر بالنسبة للزبون هو أن الخيارات أمامه هي خيارات عالمية، لم تعد مجرد خيارات وطنية محلية. وهذه هي أيضا أحد المزايا التي يعني يمكن أن نشير إليها بخصوص التجارة. ثمة مزايا أخرى بالنسبة للمنتجين وبالنسبة للمستهلكين، لعل فرصا أخرى قد تتاح للحديث عنها. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على البشر النذير سيدنا عليه الصلاة والسلام. ربي يبارك فيك أستاذنا، شكرا على ما قدمته للمشاهد الكريم. لكم شكر موصول المشاهدين الأفاضل، تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.